استاذ روان، مساء الخير. اظن كفايه قوي لحد كده. هو انت ايه، ما بتعرفش غير تظلم وبس؟ ايه اللي انت عملته في خديجه ده؟ انا جاي اعتذر لك، بقول لك بجد من قلبي الف مبروك. القضيه تتأيد ضد مجهول. تخيل بقى ان دي المبروك الوحيده اللي ما فرحتش بيها. انا عارف ان مستحيل اني اعوضك عن اللي حصل، وان دي واحده في السجن تساوي العمر بحاله، بس انا بجد من قلبي عايزك تسامحيني، ولو اقدر اعمل لك اي حاجه انا تحت امرك. شكرا. انا مش هطول عليك اكتر من كده، بعد اذنك. اطلع اخطف لي كمان ساعة كده وانزل نبقى نفطر مع بعض قبل ما اروح الشغل. بابا بابا، في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا عم مش عارف اقول لك. بابا 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 بابا، قوم. بابا